اللي عنده أولاد ما بيصيعهمش ويرميهم في الشارع ويقول لهم هم ونصيبهم، اللي عنده زوجة ما بيهجرهاش ويسيبها ويقول للبيت رب يحميه، أي نعم للبيت رب يحميه، لكن لازم تاخد بالأسباب. سيدنا النبي وصل لمرحلة من الصفع والمسامحة حلوة قوي، ولما جه يهاجر سيدنا النبي وبطلب منك في كل سنة في كل سنة لازم تسمع الهجرة بشكل جديد، بلاش تسمعها النبي سافر من مكة للمدينة والكام فيلم اللي احنا بنشغلهم اللي الناس خلاص حفظوهم ويقول لك خلاص يا جماعة هجرة ايه بقى كفاية كده، يكفينا يوم الأجازة. لا، احنا ما يكفيناش يوم الأجازة، احنا عايزين ناخد من الهجرة قطوف الهجرة، ثمرة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أول درس من الهجرة حرص النبي على أمته. لما جه هاجر يا أخوانا ما كانش أول من راح يهاجر، ده فضل قاعد في مكة يطمن مين الضعيف، مين اللي مش قادر يروح يهاجر عشان معهوش فلوس ادوله فلوس، اطمن ان اغلب المسلمين هاجر وخلاص وزي الفل. ولما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر علمنا حاجة تحفة، حاجة خطيرة، حاجة عظيمة. كلنا نسمع عن أعداء النجاح، يعني كلنا نسمع لما حد فينا ينجح يقول لك ده فلان بيحسده، ده فلان بيغل عليه، ده فلان بيحقد عليه، ما سمعناش ابدا عن اصدقاء النجاح. سيدنا النبي في الهجره بيعلمنا اصدقاء النجاح. ايه اصدقاء النجاح؟ ان حضرتك وانت بتنجح خلي الناس تشترك معاك في التورته، يعني حسس اللي حواليك انه شريكك في النجاح، فيصعب عليه ان نجاحك يتهد. يعني مشكلتنا بعد ثورتين 30 و25 يناير و30 يونيو ان بعض الناس شايفين ان هم اعداء النجاح ده فعايزين يفشلوه. هو كده حتى لو هو حلو هنفشله، ما اصل احنا مش معاكم، احنا شايفينكم اعدائنا. سيدنا النبي بيعلمنا صناعة اصدقاء النجاح، بمعنى انه يجيب سيدنا علي بن ابي طالب الغلام الصغير ينام على فراشه صلى الله عليه وسلم. هل سيدنا النبي كان محتاج ان حد ينام على فراشه؟ ده احنا لو جينا لاي عيل عايز يبين للناس انه نايم في 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 مكانه يجيب مخده ويغطيها ويبقى نايم. امال سيدنا النبي جاب سيدنا علي ليه؟ عشان يبقى صديق نجاح، الطفل الصغير ده يحس انه صاحب مسؤوليه، نام على فراش سيدنا النبي. امين سر الهجره طفل، امين سر الهجره طفل، اللي معاه سعه الصفر طفل. وكأن سيدنا النبي بيعلمنا واحنا بنربي اولادنا في زمن بقى مختلط وكله كل حاجه على الانترنت وكل الاصدقاء في منهم الحلو والوحش، بيقول لنا حسسوا اولادكم بالمسؤوليه. مجرد انك تحسسه بالمسؤوليه هتأمنه 70% من الانحراف. ولذلك لما نام سيدنا علي على فراش سيدنا رسول الله ما كانش المقصود ان من غير سيدنا علي الهجره مش هتنجح، كان المقصود ان سيدنا النبي بيشرك في نجاحه كل من حوله. ولذلك كانت مكافأة سيدنا علي خطيرة، خطيرة جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، لكن ما أخاش بينه وبين حد، وكل عمال يسأل سيدنا النبي هو مين هيبقى أخوك يا رسول الله، ما يردش. الكل مستني يمكن سيدنا أبو بكر صاحبه اللي صديقه في الهجرة اللي جه معاه الطريق كله، مش أبو بكر. فلما جاء سيدنا علي إلى المدينة قال علي أخي في الدنيا والآخرة. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ طفل غلام يرتقي إلى مصاف الكبار، ده كله بسبب مين؟ مش بشطارة الغلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه. لم أولادك ومراتك، ولما تكون واخد هتاخد قرار اسمع رأيهم، إيه رأيكم؟ وانت وانت حتى لو هتنفذ اللي في دماغك. هو بقى عنده شعور انه شخص مؤثر في المجتمع، شخص مؤثر في الاسره، صاحب قرار. ولذلك لما يبقى في قرار ولا حاجه تلاقي اول واحد بيقعد. احنا للاسف بنعمل تهميش لاولادنا، فلما يكبروا ويجروا عند اصحابهم نيجي نشتكي ده ما صلاش، ده ما بيسمعش الكلام، ده شرب سجاير. هل حد يتوقع ان سيدنا علي يطعن في الدين بعد اللي عمله ده؟ ده هو شريك في الدعوة، اصبح شريك اساسي، اصبح امين سر الهجرة. معاكي مين يا ست منى؟ مين؟ استاذة ايمان، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا استاذة ايمان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك سعيدة ومتهنية يا فندم، اتفضلي. معلش انا اسفة جدا لإزعاج حضرتك. انا لا. حضرتك والدتي الحاجة أم أمين اللي كانت كلمت حضرتك من حوالي شهر ونص، والدتي دلوقتي اتحبست يا عم الشيخ، دلوقتي عليها مبلغ اللي باقي مبلغ 11000 جنيه.
دلوقتي محبوبة. طيب يا ست إيمان بعد إذنك هستأذنك تسيبي رقم تليفونك ولو حد تواصل معنا نخليه يتواصل معك. اتفضلي. نرجع تاني لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. حاجة خطيرة جدا ينيم سيدنا علي على الفراش بتاعه، كويس قوي. طيب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج قوي ان سيدة أسماء بنت أبي بكر تاخد الأكل وتروح بيه للغار؟ يعني هو لو كان سيدنا النبي ما جالوش الأكل من قبل سيدة أسماء كان هيهلك جوعا؟ أبدا. ولكن بيتخذ أصدقاء النجاح وبيضع المرأة في موقعها المناسب أنها أمينة السر. هي أيضا ليه أمينة السر؟ أبو جهل لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح الغار وبقى خلاص محدش عارف طريقه، دخل على سيدة أسماء والسيدة عائشة وسألهم عن مكان أبيهم ورسول الله، فما نطقت واحدة منهن. يعني معروف أن المرأة قدام الخضة وقدام الفزع ممكن تتكلم، سيدة أسماء والسيدة عائشة ما قالتش عن المكان. هو ده موقع المرأة المناسب. وبقول وهكرر وهقولها مرة ومليون وعشرين، يا ليتنا نطالب بحق المرأة الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه إنصاف للمرأة وصيانة لها أيضا. لكن للأسف كثير من المزايدات على أي قضية يفقدها رونقها. شوف المرأة أهو، خروج السيدة أسماء بنت أبي بكر إلى الصحراء وحدها ده أكبر دليل عندنا أن المرأة تعمل. مين يقول أن السيدة أسماء ليست جنديا في جيش رسول الله وخارجة لوحدها؟ بس كيف كانت تخرج أسماء؟ وكيف كان ثوب أسماء؟ وكيف كان أسلوب تعامل أسماء؟ من ينكر أن للمرأة حق في أن تعمل وتتعلم؟ مين ينكر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر امرأة من بني تميم من قبيلة تميم تعلم نساءه الكتابة وحسن الخط؟ ده شرع، ده مكتوب في كتب السنة، ما حدش يقدر يحرفه. يعني المرأة لها حق في التعليم؟ أيوة. من ينكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء، يعني كده إعلامية أو وزيرة إعلام؟ من ينكر ده؟ وفي نفس الوقت من ينكر الواجبات التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة والحقوق التي كفلها لها؟ كذلك الواجبات التي أقرها رسول الله للرجل والحقوق التي عليه. سيدنا النبي كل اللي عمله إحداث حالة توازن في المجتمع، بعيد عن الدين بعيد عن التشريع، سيدنا النبي عمل إحداث حالة توازن في المجتمع. الرجل ياخد باله من المرأة. يجي حد يقول لي أصل المجتمع في وقتها ما كانتش الستات بتشتغل فيه بشكل ملحوظ، وواضح ان الرجاله كانوا قاهرينهم قوي، والمسلمين دايما معروفين ان الراجل هو السيد والست هي اللي بتخدم في البيت. ابدا، هي كل القضيه ان الظرف المجتمعي او الطبيعه المجتمعيه في الوقت ده ان شغل الست في بيتها ما كانش مشهور عمل المراه، وفي نفس الوقت ما كانش مشهور ان الراجل يسيب مراته من غير اكله ومن غير شربه ومن غير لبسه ومن غير ومن غير ومن غير. فكان هناك نوع من انواع التناغم والتناسق في الحياه الزوجيه اللي بيها ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى امراه منفوضا شعرها تحت حجابها، دخلت على سيدنا النبي شعرها منكوش كده تحت حجابها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلحظ امته، فسال قال للسيده عائشه اساليها يا عائشه كيف حالك مع زوجك؟ معروف كده ان الست اللي عيشتها سعيده مع جوزها مهتميه بنفسها. فشكت المراه للسيده عائشه من حال زوجها، قالت هو صوام بالنهار قوام بالليل. فخرجت السيده عائشه مبسوطه اول سيدنا النبي بيقول لها ده جوزها طائع قوي، صوام بالنهار قوام بالليل. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يؤتيها حقها. فارسل اليه سيدنا سلمان، سيدنا سلمان الفارسي، يبيت عنده يضيفه. فيقول فلما دخلت عنه سيدنا سلمان، شوفوا الدنيا الجميل، اسمعوا الدنيا الجميل بس. سيدنا سلمان لما دخل عند الرجل وجده صائما فأعد له طعاما، فقال أأكل وحدي؟ قال أنا صائم. قال بل أفطر، ما هو أنت لو ما أكلتش معايا مش هاكل، هو صيام تطوع. فقال يا سلمان إني صائم. قال أفطر. فقال لك ما شئت. ففطر علشان يأكل سيدنا سلمان. ثم لما نام، لما قوم يناموا، فيقول سيدنا سلمان فقام من أول الليل يقيمه، يعني استلم الليل من أوله عشان يصلي التهجد. فقلت له نم نام. فقال يا سلمان، قال نم. فلما انقضى ثلث الليل قام ليقيمه،
فقلت له نم يا سلمان الله يرضى عنك، قلت له نم. فلما انقضى ثلثي الليل قلت له قم، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو سلمان، فطرني وخلاني نام. قال هذا ما فعله سلمان، تظبيط العلاقة. إنما دلوقتي أصبحت العلاقة ندية. الهجرة علمتنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيضع كل في مكانه، ولذلك أصبحت الهجرة إشارة إلى إنصاف المرأة وحسن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة. مع كبير